ولمزيد من المتابعة حول آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية بينضم إلينا من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحثي الشؤون الروسية. أهلا بك دكتور محمود. في البداية، يعني الصراع الروسي الأوكراني بدأ يأخذ أبعادا جديدة، فهل مع هذه الأبعاد نستطيع القول بأنه بدأ يصعب إرساء أي حلول في المدى القريب؟ أول شيء يسعد صباحك سيدتي الكريمة والإخوة المشاهدين. طبعا نعلم جيدا أنه خصوصا من البارحة من المؤتمر الصحفي للرئيس بوتين، ومن الواضح أن العملية ستستمر وحرب استنزاف ستستمر إلا حتى استسلام أوكرانيا أو بدء المفاوضات. وبالنسبة لروسيا، بدء المفاوضات مع أوكرانيا يعني استسلامها. يعني بالنسبة إلى روسيا، الحرب لديها تختلف عن ما يسمى المزاج الغربي في هذا الصراع. فروسيا هي تعتبر معركة الجود، ويجب أن تجعل من أوكرانيا دولة محايدة على أقل احتمالات، أو إبعاد هذه الدولة أقدر إمكان عن أراضيها، يعني النظام الأوكراني، يعني إبعاده إلى ما بعد كييف. هذا أمر مهم جدا، يعني إنهاء أوكرانيا على الخريطة السياسية. فإذا أرادت أوكرانيا أن تحافظ على أراضيها أو وجودها كدولة على الخريطة السياسية، يجب أن تبدأ المفاوضات الآن. لذلك كل ما تعدى بالوقت بدأ التصعيد يتزايد وتزايد، هذا أمر مهم جدا. لذلك نرى أن روسيا تعتمد بشكل أساسي أن الآن أوكرانيا أصبحت عالية على الغرب بكل شيء، بكل أنواع الأسلحة حتى في اللباس العسكري. لذلك تنتظر ما يسمى تغييرات في الأنظمة الأوروبية أو الأنظمة الأمريكية حتى يمكن أن تقنع، حتى يمكن أن تستسلم أو توقف الدعم العسكري لأوكرانيا حتى ينتهي الصراع. الصراع الآن قائم، أصبح حرب استنزاف بين حلف الناتو وروسيا. يعني واضح أن أوكرانيا أصبحت لعبة سياسية، ووجود عدو جيوسياسي بوجه روسيا يتم استنزافه حتى مقتل آخر جيش جندي أوكراني، وما يسمى إنهاء الصراع على أساس كله لديه يعني رغبة في إنهاء الصراع. الغرب يريد هزيمة روسيا استراتيجيا، روسيا تريد إنهاء ما يسمى إبعاد النظام الأوكراني أو إسقاطه على الأراضي الأوكرانية وأن تصبح أوكرانيا دولة محايدة كما قلت. لذلك هذا الوضع الآن الموجود هو استنزاف سياسي، استنزاف عسكري، استنزاف اقتصادي. من سيستسلم أولا؟ حلف الناتو، لن أقول أوكرانيا، حلف الناتو أم روسيا؟ من سيعترف بوضع الجيوسياسي الجديد؟ هل ستعترف أوروبا بوضع الجيوسياسي الجديد؟ هل ستستسلم أمام أن تضم روسيا أو تعترف أن روسيا ضمت هذه المناطق الأربعة أو تعترف بسياسة سياسة الوضع الراهن؟ حتى الآن كل هذه أسئلة كبيرة، وعلى أساسها يقرر دائما هذه. إذا الأسئلة دائما تكون صعبة سياسيا حلها، يكون الحل عسكري، يعني الحل على الجبهة العسكرية، وخصوصا بعد فشل كما قال الرئيس بوتين البارحة، يعني كلمة مهمة بالمؤتمر الصحفي، قال لما سألوه عن العملية المعاكسة الأوكرانية قال هي فشلت حتى الآن. يعني هذا يعني أن أوكرانيا في مشكلة كبيرة والغرب في مشكلة كبيرة. يمكن على أساسها أن إذا لم تحقق أي أهداف حتى ما يسمى منتصف فصل الخريف، تعلم جيدا أن فصل الخريف في هذه المناطق صعب جدا والأمطار غزيرة جدا، يمكن من الصعب التوجه بالآليات العسكرية أو الصدام في الآليات العسكرية أو وجود جبهة الآليات العسكرية، لأنها لا تستطيع أن تستخدم الأراضي الزراعية. لذلك نحن حتى نهاية حتى منتصف الخريف تعلن أوكرانيا نتيجة الهجوم المعاكس، على أساسه سنرى ماذا سيتصرف أوروبا أو حلف الناتو. هل سيستمر بدعم أوكرانيا عسكريا؟ هل سيزيد التصعيد أم نرى أمور أخرى؟ حتى الآن المعطيات كثيرة جدا، وخصوصا أن أوكرانيا رأينا البارحة بإعلانها عن تجنيد حتى المرضى النفسيين في الجيش الأوكراني، تجنيد حتى المريضين بمرض الإيدز ومرض الهيباتيت سي. هذا يعني أن بالفعل أوكرانيا لديها مشكلة في العتاد البشري وفي الجنود. طيب دكتور محمود، يعني بالحديث عن الأبعاد الاقتصادية، بالحديث عن الأبعاد الاقتصادية، وهنا أتحدث بالتحديد عن اتفاقية الحبوب، وهنا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل الهجوم المضاد وأن الغرب خدع بلاده بشأن الأهداف الإنسانية لهذه المبادرة، وأيضا أعرب عن استعداد بلادي إلى العودة مرة أخرى إلى هذه الاتفاقية في حال رفع العقوبات عن صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة. في رأيك، ما هي الأوراق التي تمتلكها روسيا الآن من أجل الضغط على الغرب لتنفيذ هذه الشروط؟ ليست هناك أي أوراق. روسيا لن تستطيع أوكرانيا
أول شيء باستخدام البحر الأسود لتصدير الحبوب، هذا أمر أصبح واضحا. نرى كيف الضربات الآن تأتي على كل الانفراستراكشر أو البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، إن كان في إسماعيل أو قرب الأراضي الرومانية، وإن كان في منطقة في أوديسا. هذا أصبح واضح أن الموانئ لن تصلح بعد الآن للصادرات العسكرية أو الصادرات الزراعية. لذلك روسيا لديها ورقة أن أغلقت البحر الأسود أمام الصادرات الحبوب. فإذا أراد الغرب الحبوب أن يأخذها عن طريق البحر، يعود إلى اتفاقية الحبوب، لأن روسيا لم تخرج من اتفاقية الحبوب. روسيا جمدت عضويتها لعدم تنفيذ اتفاقية الحبوب. يعني هناك اتفاقية، هي تسمى باللغة الروسية ليست اتفاقية، تسمى عقد، يعني أنت تعطيني وأنا أعطيك. طيب لماذا روسيا تعطي والغرب أو الأمم المتحدة التي وقعت على هذه ولا يعطي شيئا؟ يعني هناك شروط روسية وشروط الأمم المتحدة. روسيا نفذت شروط الأمم المتحدة ولم تنفذ الأمم المتحدة أي شروط من شروطها بضغط غربي. لذلك روسيا تعود في حالة تنفيذ هذه الاتفاقية. أما أن نقول هناك أوراق ضغط، لا أبدا، ليس هناك أي أوراق ضغط. هناك فقط أن البحر أغلق بشكل كامل أمام، والموانئ أغلقت أمام السفن التجارية، ولا تستطيع السفن التجارية الآن الدخول إلى الموانئ الأوكرانية، لأنها الشركات الضمان لن تستطيع أن تعطيها ضمانات، لانه هذا ما يسمى ريسك، او ما يسمى ريسك كبير بالنسبه لشركات الضمان اذا دخلت هذه الباخره في حال تدميرها. لذلك من الصعوبه دخول هذه البواخر الى الموانئ الاوكرانيه. هذه ورقه روسيا اغلقت ملابس بحريه، اذا تريد اوكرانيا فلتذهب عن طريق البر. فلنسال هنا سؤال مهم، يعني هل تعلم سيدي الكريم ان دول الاتحاد الاوروبي المجاوره لاوكرانيا تمنع دخول الحبوب الاوكرانيه، حتى ومدته كان مفروض حتى 15/9، الان مدته حتى اخر السنه. يعني اذا رادوا عن طريق البر الاتحاد الاوروبي يعني. هنا يكشف ما يسمى فضيحه الانسانيه، يعني ليس هناك اي نوع من انواع الانسانيه في هذا الاتفاقيه، هي اظهرت فقط بالنسبه لما يسمى أرباح تجارية للشركات الأمريكية التي فعليا هي من تستلم الحبوب الأوكرانية. نعلم أن أوكرانيا باعت كل أراضيها إلى الشركات الأمريكية في فترة بين 2014 ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة الأوكرانية الروسية في أوكرانيا عام 2022، فهي ربح تجاري لا أكثر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك أي إنسانية، لو كان هناك إنسانية فلتفتح أوروبا. يعني هناك الحبوب تنتقل عن طريق القطارات، روسيا لا تمنع خروجها بالقطارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن 5 دول المجاورة لأوكرانيا تمنع دخول هذه الحبوب إلى أراضيها أو ترانزيت عن طريق أراضيها، وهي بولندا ورومانيا وإنغاريا. يعني هذا يعني أن الإنسانية هي فقط دعاية، يعني من أساس هي دعاية. أن نقول أن دولة تنتج 2% من القمح في العالم تستطيع أن تؤدي إلى كارثة غذائية في العالم، هذا أمر مضحك وساذج جدا بالنسبة إلى روسيا، ولكن هي تمشي مع القرارات الأمريكية ومع القوانين المتحدة لترى ماذا يفعل. أن تخرج 33 مليون طن خلال اتفاقية الحبوب، يخرج منها 900 ألف طن فقط لدول أفريقيا، يعني هذا فضيحة إنسانية بالنسبة لهم. هم يريدون فقط التجارة لا أكثر. دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.